هوية بريس. أنا سميتي أحمد، كنت ديت مرتي تولد في سويسي. كنعرف واحد السيدة تما كتلقى معايا حدا الباب، يعني واحد السيدة عطيني مرتها، يعني قال لي توقف معاك وهذه. ملي كنديها كتقول لي سير تلغض لي، كتبقى تعيط عليا بالليل والنهار. ومن بعد ملي ولدت المرأة، يعني وقفت معاها، ملي ولدت المرأة تفضك التليفون ديالها غبرت، وقالوا للمرأة راه الدري ميت. من بعد كنمشي لبلاصة الموتى ما كاينش، كنسول هذاك السيد اللي مقابلهم، قال لي باقي ما وصلنيش، 4 ايام باقي ما وصلوش. ومن بعد عطاوني دازت 4 ايام، عطاوني واحد، يعني ملي شفناه ماشي هو، ملي شفتو المرأة ماشي غبر. وتال من بعد عطاوني واحد وماشي هو، شفتو المرأة قالت لي ماشي هو هذا. ملي شفتو ماشي هو وخليته ليهم، مشيت درت شكاية عند وكيل الملك، صيفطني عند البوليس العرفان. البوليس العرفان قالوا لي هذاك الشيء عادي في السويسي، يعني هي راه كتسنى داك الدري تولدو. ملي شافتوش داتو بحال هكا شويه، قالوا لي نديو نعتقو. وملي داوه ما عاودش شافتو. من بعد واحد ساعتين قالوا لي راه ميت. وانا ما كيقولوا لي مبروك عليك مرتك ولدات وهادي، يعني دخلوا لي الشك بزاف، الشكوك تما باللي راه ولدي تبدل. ملي عطوني هذاك الدري قالوا لي ديه دفنوه سربيه، راه الناس غيديو، كاين واحد جوج غيديو يدفنوهم، ديه انت. قلت لهم لا حتى نشوف واش ولدي ولا ماشي ولدي، وكنطلب القاضيين واش هذاك ولدي ولا ماشي ولدي. من بعد مشيت درت شكا عند وكيل الملك، خرجت المراه اول حاجه، مشيت درت شكا عند وكيل الملك، صيفطني عند البوليس العرفان. البوليس العرفان قالوا لي هذاك الشيء عادي في السويسي، يعني كيوقعوا داك الشيء عادي في السويسي، كيموتوا الدراري كيتسرقوا عادي في السويسي. قالوا هكا عادي انه الشيء اللي قالوا لي. المهم قالوا لي داك الشيء راه ولا عادي في السويسي. من تما بديت كان ما كنتش انا عارف الدري واش كيمشي، حتى وليت كنسمع هاد الهضره. والبوليس كان مشي الدوسي ما كاينش، بقيت كنقلب عليه ما داروا معايا والو. مشيت عاوتاني درت الشكايه عند النيابه العامه، درت الشكايه عند حقوق الانسان، درت الشكايه عند وزير الصحه، حتى واحد ما جاوبني. الا تدزت عليها عام، عيطوا عليا دابا البوليس ديال امن ديال حسان، قالوا لي اجي ديال القاضيين اجي نصمتوا لك. حتى السويسي قالوا ليهم هذاك الدري خصنا ندفنوه، راه معمرنا البلاصه. عاد قالوا لي اجي تشوف، اجي نصنتو لك. ملي مشيت عندهم تصنتو ليا، قالوا لي واش سير تنعيطو عليك باش دير القاضيين. انا كنطلب غير القاضيين عام دابا، باقي ما داروا معايا والو. يعني قالوا لي هذاك ولدك، يعني هذاك ماشي ولدي، يعني كنشك هذاك ماشي ولدي، بغيت الى القاضيين. الحمد لله تما، راه ما كلشي مصدوم، انا والمراه كلشي الحمد لله على كل حال. ايوا البلاد هي هذه الحمد لله، حاليا الحمد لله بدات كتحسن شويه. في الاول كانت مصدومه بزاف وما كتبغيش كاع نجبد هذا الموضوع، ما بغاتش كاع تفكر. عندي رساله لوزير الصحه، يعني يراقب السويسي، كاين غير ستاجيرات تما كيولدوا العيالات، والعيالات ملي كيبغيو يولدوا كيبقاو يعني شي وحده كتوجع كيبقاو يعيروها هذوك الستاجيرات، يعني ما كاينش الاطباء، كاين غير الستاجيرات كيتعلموا في الناس. هذا ما كان، كنطلب المغاربه يتعاونوا معايا حتى نلقى ولدي. الحقيقه ولدي واش هو اللي ميت، وانا بغيت ندير على القاضيين. هذا ما كان.